زي ما قلت لحضراتكم ان الاتحاد المصري لكره القدم كان قد حصل على موافقه الجهات الامنيه لحضور 20,000 متفرج. ان شاء الله يكون 20,000 مصري متواجدين لمؤازره منتخبنا الوطني امام ملاوي في المباراه المقرر اقامتها باستاد الدفاع الجوي. والاتحاد المصري ناشد كل جماهير المصريه بالحضور في هذه المباراه المرتقبه ومسانده ودعم المنتخب الوطني الاول لتحقيق الفوز امام ملاوي. وبالتالي احنا كمان بندعو كل الجماهير ان هم يبقوا متواجدين في هذه المباراه المهمه جدا. على جانب اخر، وصلت بعثه منتخب ملاوي الى القاهره اليوم لمواجهه المنتخب الوطني.